خش على المقارنة العالمية. خلاص بقى المحلي عديناه، خلينا نروح للمقارنة العالمية. مين فاز أكتر ببطولات، النادي الأهلي ولا ريال مدريد في التاريخ؟ في التاريخ في جميع، على مستوى جميع البطولات، النادي الأهلي حصل على 146 بطولة، ده اللقب ال 146 مقابل 46 ولا 47؟ 146. أوكي، 146 بطولة للنادي الأهلي مقابل 101 بطولة لريال مدريد. دي البطولات الرسمية، 101 بطولة رسمية لريال مدريد. نستعرضهم نشوف النادي الأهلي الأول: 42 دوري مصري، 38 كأس مصر، 13 سوبر، 10 دوري أبطال أفريقيا، 1 كونفدرالية، 8 سوبر أفريقي، 4 أفريقيا أبطال الكؤوس، 16 دوري منطقة القاهرة، 2 كأس السوبر العربي، 1 كأس العرب أبطال الكؤوس، 7 كأس السلطان حسين، 1 الكأس الأفرو آسيوية، 1 الكأس العرب أبطال الدوري، 1 الكأس الاتحاد المصري، 1 الكأس الجمهورية العربية المتحدة. النادي الأهلي 146 بطولة، ريال مدريد بقى كام بطولة؟ 101. تفاصيلهم طبعا كان آخرهم كأس الأسبانيا الأخير، الدوري الأسباني 35 مرة، كأس الملك 20 مرة، السوبر الأسباني 12 مرة، دوري أبطال أوروبا 14 مرة، الدوري الأوروبي مرتين، السوبر الأوروبي 5 مرات، كأس العالم للأندية 5 مرات، والإنتر كونتيننتال اللي هي كأس عالم الأندية القديم 3، يعني واخدينها يعتبر 8 مرات، كأس الدوري الأسباني مرة، كأس لاتين 2، والكوبا مرة، وكأس إيفا دوارتي مرة. لما تجمعهم تلاقيهم 101، يعني النادي الأهلي بطولاته أكتر من ريال مدريد 146 مقابل 101 بطولة رسمية عبر التاريخ. فده بيأكد لك إن إحنا إن شاء الله إحنا لسه عندنا دوري، عندنا أفريقيا، عندنا السوبر الأفريقي الجديد، عندنا السوبر المصري الجديد اللي في شهر 10. فنحاول، لازم يكون طموحنا كده، وغير السوبر الأفريقي لو أخذنا دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله، لازم يكون طموحنا إن إحنا نوصل لل 150 بطولة إن شاء الله للنادي الأهلي رسمية، عشان تبقى حاجة يعني إن شاء الله يبقى رقم حتى تسويقي للنادي الأهلي، إن هو صاحب 150 بطولة. ده رقم مفيش نادي في العالم حصل على 150 بطولة أو 146. النهاردة النادي الأهلي 146، لما يوصل كمان 150 يعني ده بيبقى رقم كده تقدر إن أنت تسوق بيه النادي الأهلي. والناس بتسأل ليه دايما عقد الرعاية هو اللي دايما بيبقى النادي الأهلي صاحب العقد من الرعاية ده، وليه شركات الراعية، الشركة الراعية في مباراة السوبر كان كل همها تواجد الجماهير بتاع النادي الأهلي. ليه؟ لأن هي ضامنة المكسب وضامنة الربح وضامنة التذاكر بسبب تواجد الجماهير الأكثر شعبية، الأكثر بطولات، الأكثر تاريخ. الفرع النهاردة الفرع الرابع في القاهرة هيتم افتتاحه يوم 1/6، فالنادي الأهلي هو الأكثر في كل حاجة، عشان كده دايما هو اللي بيبقى الأعلى دايما في العقد الرعاية مقارنة بباقي الأندية. طيب برضو وإحنا بنتكلم يا كريم عن البطولات، إحنا خدنا 3 بطولات السنة دي، أعرف رأيك فيهم إيه؟ وإحنا قدامنا تقريبا 3 بطولات آخرين. نعم طبعا اكيد، زي ما حضرتك فكره بدايه الموسم ده باداء ربما ما كانش هو الافضل، وحته نقطه مهمه قوي قالها مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي، قال ان انا مش بمل من حصد البطولات، وواضح جدا ان مارسيل كولر يعني احنا قلنا ان هو مدير فني اكاديمي. النقطه ربما كانت انا كنت بشوفها نقطه ضعف عن بعض المديرين الفنيين اللي جم النادي الاهلي في السنوات الاخيره، حته اعاده الشغف لما باخد بطوله، ان انا النهارده لازم اللعيب بتاعي ما يقعش وما يهمتش بعد ما مكسب بطوله، ان مكسب البطوله اكيد بيخلي اللعيب دايما عايز فتره راحه. المشكله في تلاحم المواسم وتلاحم البطولات في السنوات الاخيره ربما كانت بتخلي اللعيبه محتاجه ان هي اعاده شحن للبطولات التاليه، ودي نقطه برده منها برده بيرجع للشق البدني. الوحيد في وجهه نظري اللي كان بيعملها بامتياز اكيد مانويل جوزيه، كان بيعملها بشكل مميز جدا جدا، وكان حتى لما الفريق يحقق نتيجه كبيره كان ممكن يطلع بتصريح لا ده عادي احنا ما عملناش حاجه لسه، ويبدا يقلل من وطئ الشيء عشان الناس ما تظنش ان خلاص احنا وصلنا لاقصى اقصى اقصى الامان. انا بشوف مارسيل كولر عنده الحته دي، مع اختلاف طبعا هو باسلوبه، طبعا راجل سويسي راجل هادي، حتى برضه هو مختلف عن ريني فايدر، يعني بشوف ريني فايدر برضه كان ناجح جدا في الحته دي، ولكن كل واحد له اسلوب. انا بشوف النهارده مارسيل كولر واصل للفتره الاهم في الموسم، واعتقد الفتره دي لو جمهور الاهلي هيسطر تاريخ لكولر هيبقى في الفتره الجايه، لان الفتره الجايه دي هتشهد يعني اعتقد انتهاء بطولتين من اهم البطولات في تاريخ الاهلي. دوري المصري ان احنا خسرنا بطولتين ورا بعض، وشيء مهم جدا ان النادي الاهلي يستعيد اللقب بقى رسمي، ومتزامن معاها لقب دوري ابطال افريقيا ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله، احتمال كبير نبقى متجهين ل
مواجهه اخرى ما بين الاهلي وصن داونز. فاعتقد الفتره دي هيبقى مهم جدا ان كولر يواصل التركيز ويواصل شحن اللعيبه عشان ان شاء الله نقدر نحسمها بشكل مميز والموسم ده ينتهي بشكل مفرح لمنظومه الاهلي وجماهير النادي الاهلي.